بس خلاص هنا، يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي يلا شوش. يلا خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيتي لحد. انا اصلا ايه ده؟ ايه يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه يا عم؟ صاحبك ايه؟ ما اعرفش عنده ايه، انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه الادب قوي على فكره؟ خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي. يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه. ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك بقولك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقلب لك العربيه دي جيب. عربيتي انا؟ متشكر قوي. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي يلا شوشو. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده، نطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبة. عارف النهاردة كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخية. مفيش حاجة اسمها كده اصلا. والله العظيم I swear، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطينها في المية الاخضر بتاعت الملوخية. لا، ما هي دي مش بطاطس والمية الاخضر دي مش ملوخية، ده قلقاس في السلق اللي هي المية الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل. ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش رأسي اللي هي رأسي ولا رأسي عشان عارف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي. أفقي بالعرض، يبقى كلمة بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت. أوكي. أفكار مختلطة. أفكار مختلطة. أيوة. فين السؤال؟ ما فيش سؤال. أنا أجاوب. أنا أجاوب. أوكي. خواطر. أفكار مختلطة خواطر. خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسأل؟ انا ما بسألش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن، كيل حفيد، لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنة 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي. أنا مش هتكلم خالص بقى بجد. يا ريت. حرف جر في حكاية قصة سارق السفن قرصان. قرصان. يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان. لا طبعا أكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب إيه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه؟ مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم؟ ايوه ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب؟ هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة
حفيدي الكورسون حفيدي الكورسون حفيدي أهو حفيدي الكورسون يس برافو 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 عليا بجد أم جينيس وما احتجتش للفلوطة اللي اسمها الشريهندي على فكرة أنا اللي حليتها أيوة ساعدتني يعني كيه؟ استنى بقى عشان أقرأ إنهم ليسوا معنا إنهم ليسوا معنا؟ إنهم عاملين شعرهم ليسوا معنا سيف اتفضل اقراها كده إنهم ليسوا معنا يعني إيه ليسوا بقى؟ طب مش هقولك ليسوا يعني إيه غير ما تقولي يعني إيه ليسوا ليسوا group of people اسمهم ليسوا ناس اسمها ليسوا هو أنت بتبرري أي حاجة؟ قصة خيالية ناس كاتبة حاجات بصي أنا هقرا القصة أنا لما أقراها وهفهمك اوكي اوكي يا ما هذا المكان القديم اريد ان ارجع الى بيتي حقا حسنا بص يا ستي كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان القرصان ده كان عنده كنز كنز كبير فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه سيف الجاكيت ده كنزه واو أول ده الجاكيت اللي انت لابساه كنزو ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزو باللي انا بقوله دوت سيف ما تزعقش احنا ان بابليك انت اللي بتنرفزيني ما تنرفزنيش انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي ما تقوليش يعني. حاجه تيجي في دماغك دلوقتي خلينا نخلص واضح ان انا مش عارفه احل اللغز نكلم حد بقى يساعدنا نكلم عم بندق كان البندق نفع نفسه ده راجل متخلف نيلي ما فيش حد تاني في عليكم ينفع نساله مفيش غير بابي بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول طيب انا عندي فكرة مش انتوا عندكم شركة شحن؟ اه في مركب عندكم اسمها البطة الشقية؟ سيف ايه؟ احنا شركة شحن كبيرة قوي ومحترمة اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطة الشقية احنا عندنا تلات مراكب الدلوعة فلافيلو واللي غير قد دي كان اسمها الذبابة الملعونة الدلوعة وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفة باتنين جنيه اللي هي جنب الاوتوبيس النهري دي تلاقي واحدة متسولة قاعدة في المركب وشاكية حكاية صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش أنا زهقت خلاص وعايزة أمشي أنا كمان تعبت بصراحة طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل عشان أنا كمان دماغي وجعتني صح عندك حق بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهان واقعد في بيتهم انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي طب ابات فين تعالي باتي عندي نعم اعتبريني ما قلتش حاجه انا اسف بس انا نو واي اروح ابات عندهم انا هكلم اصحابي كلهم حد حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابات عندهم بس انا مش عارفه ليه حاسه ان الناس عندهم حاجه مهمه